السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. محاضرة اليوم هي المحاضرة العاشرة، المحاضرة الثالثة بالشابتر الثالث Development of Dentition. بهاي المحاضرة راح نكمل الميكس دنتيشن ستيج، وبعدها راح ناخذ البيرمننت دنتيشن ستيج. طلاب، احنا بالمحاضرة السابقة اخذنا الديسيديوس دنتيشن وعرفنا الوقت اللي تظهر به الاسنان اللبنية. بعده اخذنا الميكس دنتيشن ستيج وعرفنا انه الميكس دنتيشن ستيج هو 3 مراحل، الفيرست ترانزيشنال بيريد، والانتر ترانزيشنال بيريد اللي هي هاي، والسكند ترانزيشنال بيريد. في الفيرست ترانزيشنال بيريود طلاب، اذا تتذكرون خضنا ظهور بدايه ظهور الاسنان الدائميه، اللي مثلا كان عندنا يظهر اللور 6 بعدين الابر 6 والسنترال واللاترال مات الماكزيلا والماندبل، وقلنا ال 6 يصير بي ايربشن بدون ما انه يحتاج يصير شيدنج بالاسنان اللبنيه. اما بالسنترال واللاترال لما يصير عندنا شيدنج بالاسنان اللبنيه وتظهر الاسنان الدائميه سمينا هاي العمليه بالاكسفوليشن. المرحله الثانيه هي الانتر ترانزيشنال بيريد. بالانتر ترانزيشنال بيريد يسموها اللول بيريد. اللول بيريد هي فترة هدوء مؤقت. كلمة لول باللغة الإنجليزية معناها هي فترة هدوء ما بين فترات عمل. ضمن اللول بيريد لما تاخذ تسمع اسم الانتر ترانزيشنال بيريد او اللول بيريد، خلي ببالك نقطة أساسية انه ما راح تظهر اسنان دائمية خلال هاي الفترة. خلينا ناخذ تعريف الانتر ترانزيشنال بيريد او اللول بيريد. It is a silent period extend from 8.5 years of age to 10 years of age. This period is called lull period. In this period, the teeth present are. أولا هي silent period. يعني كلمة silent أنا ما أحبذها، المفروض لو تكون محذوفة لأنه silent وكأنه كل شيء ما راح يصير بهاي الفترة. هو الصحيح انه هي فترة ما راح تظهر بها اسنان، لكن هل هي سايلنت؟ لا، هي اصلا مو سايلنت. الاحداث اللي تصير بالانتر ترانزيشنال بيريد هواي، راح يصير عندنا ريزوربشن بالديسيديوس تيث روتس، تبدي الجذور مالت الاسنان اللبنية الموجودة بالفم مثلا السي والدي والاي يزداد الريزوربشن مالتها. الثري والفور والفايف والسفن يبدا يتطورا ويتكونا. بعد الاوكلوجن للاسنان اللي ظاهره اللي هو السنترال واللاترال والسي والدي والاي والسكس، اكو فد اوكلوجن مالته راح يختلف ويمرن بشغلات معينه. فالسايلنت بيريد هنا يقصد بيها انه ما راح يصير ظهور للاسنان، ما راح يصير ظهور للاسنان جديده خلال هاي الفتره اللي هي تمتد الوقت مالتها مهم من عمر ال8 سنوات ونص الى عمر ال10 سنوات، ما راح يكون اكو ظهور للاسنان. مهم ايضا انه نحفظ هذا، نحفظ السيكونس مالت الاسنان. علمتكم اني طريقه السيكونس، هذا يمثل الابر وهذا يمثل لنا اللور. حاليا الاسنان الظاهره هي سنترال لاترال و6 يعتبر من البيرمننت دنتيشن، والسي والدي والاي يعتبر من الديسيديوس دنتيشن. خلينا ناخذ هاي الملاحظه. This is a stable face where little change take place in the dentition. The teeth present are the permanent incisor first molar along with deciduous canine and molar. هنا أنا اكو ملاحظة ما موجودة بالمحاضرة هي، لكن انا ضفتها. معنى كلمة lull is a period of quiet or calm in a longer period of activity. يعني فترة راحة ما بين فترة عمل شديد. الـ features of this stage ويعتبر موضوع مهم. شنو هي الفيتشرز اللي تصير عندنا باللول بيريد خلال هاي السنتين من عدم ظهور الاسنان الدائميه
لازم اكو فد شغلات، لازم اكو فد احداث راح تصير. اول شغله، اول نقطه اللي هي تعتبر مهمه، اول نقطه انيس اسيمتري، اي اختلاف in the emergence and corresponding difference in height level or crown length between the right and left side, side teeth are made up. أي اختلاف ما بين الجهة اليمنى واليسرى بظهور الأسنان، الأسنان بالرايت سايد والليفت سايد، مثلا السنترال ويا السنترال. دائما انتبهوا للأطفال، إذا عندكم أطفال بالبيت تشوف أنه واحد من السنترالات مثلا الليفت سايد راح يطلع قبل الرايت سايد، يكون مو سوي طلعا، واحد يطلع بالبداية والدور يطلع الثاني. ممكن اللور سنترال انسايزر لا يطلع عن اثنيناتهم سوى، بس بالابر واضح انه اختلاف بالظهور الاسنان. هذا الشيء، هذا الاسيمتري ما بين الرايت سايد والليفت سايد راح يتعدل خلال هاي الفتره. النقطه الثانيه، هاي النقطه احنا ذكرناها في ذيك المحاضره، ممكن نعيدها هنا. Occlusal and interproximal wear of deciduous teeth causes occlusal morphology to approach that of a plane. بالبداية خلال هاي الفترة راح نلاحظ فقط إذا كانت الأسنان اللبنية شوية متقاربة مع بعضها البعض، راح نلاحظ يصير فيها interproximal wear، تنحك الأسنان اللبنية. الأوكلوزال هذا بعد سواء بينات سبيسز الأسنان اللبنية أو لا راح يكون موجود. فأوكلوزال أند إنتر بروكسيمال وير، الأسنان تنحك من الأوكلوجين وتنحك من جهة الإنتر بروكسيمال، بحيث إنه تكون تو أبروتش، تكون قريبة المن، قريبة إنه تكون بلين، شلون المستوي الواحد. هاي النقطة الثانية. النقطة الجدا مميزة للانتر ترانزيشنال ستيج، هاي تركزون عليها كلش، لأن هاي هي صفة مميزة لهذا الوقت، اللي هي الأجلي دكلينج ستيج. أجلي بمعنى قبيح مو حلو، دكلينج هي البطة، بطة الوزة ستيج. هو يمثل هاي المرحلة، يمثل مرحلة الانتر ترانزيشنال بيريد، بمرحلة اكو فت كارتون اللي هي الاجلي دكلينج ستيج. الاجلي دكلينج هي فت كارتون قديم عند الاجانب. يعني ملخص الكارتون انه اكو بطه كان شكلها مو حلو هي وصغيره، لما انكبرت صار شكلها كلش جميل. يمثل هاي المرحله بهذا الشيء، يقول لك الاجلي دكلينج ستيج اللي هي راح تبين تكون بيه الاسنان متفرقات، وهسه راح نعرف السبب شنو. هاي مرحله نورمال، بعدين راح يتعدل الاسنان، فكلش مميزه للانتر ترانزيشنال ستيج. روت فورميشن اوف ايمرج انسايزر كناين اند مولر كونتينيو along with an increase alveolar process height. هاي ممكن هم ذكرناها بالمحاضرة السابقة، وأيضا ذكرتها بالمحاضرة لما أعطيتكم إياها، بأنه مع تكون الأسنان الدائمية، مع تكون الأسنان عموما، يتكون الأليفيولار بون. لما الأسنان الدائمية تظهر روتها، الروت مالتها يكون مكتمل، لا بعده. فممكن انه خلال هاي الفترة اللي هو عندنا السنترال واللاترال المولرز حتى الكناين، يبدأ الروت مالتها يتكون بشكل أكثر، راح يزداد تكون الروت. يعني خلال الانتر ترانزيشنال بيريد اللي هي فترة تقريبا بحدود السنتين ونص، لو ناخذ او بي جي بين كل 5 أشهر، نلاحظ اكو جذور قاعد تتكون مالت كل الأسنان. يصاحب تكون الجذور انه الالفيولر بروسيس، العظم مالتنا راح يزداد الارتفاع مالته. اخر فيتشرز لهذا الانتر ترانزيشنال هي ريزوربشن اوف روت اوف ديسيديوس سمولر، ويتكون الاسنان الدائميه وقوه الاسنان الدائميه يقابلها ضعف بالاسنان اللبنيه، على مود يصير بهن شيدنج وعلى مود تطلع الاسنان الدائميه. هاي الصوره توضح لك المكان الكناين، لان احنا بهاي المرحله راح يصير عندنا اجلي دكلينج ستيج، شوف الكناين
زاوية الإربشن مالت الكناين شلون؟ الكناين ما يطلع فيرتيكال، الكناين يطلع باتجاه اللاترال، وبعد ما يطخ باللاترال يعدل الإربشن مالته ويخرج إلى الخارج. هاي الحركة، هذا البوزيشن مالت الكناين باتجاه اللاترال انسايزر، هو أحد أسباب أو هو السبب الرئيسي للأجلي دكلينج ستيج اللي هو مميز لهاي المرحلة. شنو مميزات الأجلي دكلينج ستيج؟ هسه راح نسولفها، لكن خلي هاي الأو بي جي ببالك. طلاب لاحظوا هنا، هذا ديسيديوس، هذا السكس، هذا الفايف، وهذا الإي. لاحظ إنه الفايف، شوف بعد الروت مالته ما متكون، كل ما يتكون روت بالفايف كل ما يصير ريزوربشن بالإي، كل ما الإي بسرعة يوقع وراح يطلع الفايف بدل من عنده. الميكس دنتيشن تكون الأسنان بهاي الطريقة، سنترال موجود، لاترال موجود، الروتات مالت السنترال واللاترال لحد هاي اللحظة ما مكتملات. شو وقت راح تكتمل؟ راح تكتمل او راح يزداد تكونها، ممكن ما تكتمل بس بالانتر ترانزيشنال بيريد، راح يزداد تكونها بالانتر ترانزيشنال بيريد. الكناين كل ما الروت مالته يتكون راح يطلع، كذلك الفور والفايف، حتى السكس اللي هو اول سن دائم يطلع الروت مالته لحد هاي اللحظه شوفه ما مكتمل، نهاياته ما مكتمل. نجي للأجلي دكلينج ستيج، أو هو إلها اسم ثاني برود بينت فينومينا، مشهورة بالأجلي دكلينج ستيج. Around the age of 8 to 9 years, midline diastema is commonly seen in the upper arch. أهم نقطة تكون موجودة عندنا هي midline diastema, which is usually misinterpreted by the parent as a malocclusion. عادة يجوك الآباء بعمر الثمان سنوات، عمر التسع سنوات، يلاحظون أنه الأسنان الأمامية السنترال واللاترال مالت أبنائهم مو طبيعية، ممكن متباعدات، ممكن يصير بين كراودينج، وممكن أكو ميدلاين دايستما، فيتوقعون هو هذا نوع من أنواع المال أوكلوجين. فإحنا إذا شفنا أنه الفيتشرز كلها مات الأجلي دكلينج ستيج موجودة، واللي هو يعتبر نورمال واللي هو بالمستقبل راح يتعدل، فلازم نطمنهم نقول لهم نورمال، كل شيء ما يحتاج علاج خلال هاي الفتره. هذا مهم طلاب، التيبيكال فيتشرز اوف الاجلي دكلينج ستيج. اولا فليرنج اوف ذا لاترال انسايزر، كلمه فليرنج يعني متباعدات متطشرات، يعني لو كان اللاترال انسايزر هيك عدل فكلمه فليرنج راح يكون بهاي الطريقه، هاي معنى فليرنج. فتخيلوا هذا لاترال وهذا لاترال متباعدات، ايضا السنترال انسايزر راح يكون بهاي الطريقه. شنو اللي خلى الجذور مال الذني الاسناني تقربا وخلى الكراونات مال اللاترال والسنترال متباعدا؟ هو في ظهور الكناين. الكناين لما يظهر شفتوه بالاو بي جي راح بالبدايه يظهر يطخ بالجذور مال ذني الاسنان، فيقرب الجذور ويبعد الكراونات، يطشر الكراونات. فش راح يصير عندنا؟ يصير عندنا فليرنج اوف لاترال انسايزر، يصير عندنا ماكسيلري ميد لاين دايستما. بعده هذا الكناين ورا ما يطخ بالجذور ويتفحل مع بعض من بعض راح يحاول ينزل، فلما ينزل راح يدفع هاي المنطقه وهاي المنطقة باللاترال، فيحاول يرجع الأسنان إلى وضعهن القديم وينتهي الأجلي دكلينج ستيج. Crowns of canines on young jaw impinge، يعني تدفع تصطدم تصطدم impinge تصطدم on developing lateral incisors root، thus driving the root medially، راح تجمع الجذور medially and causing the crown to flare laterally. The root of the central incisors are also forced together, thus causing the maxillary midline diastema. إذا diastema flaring of the lateral incisor، ويوضح لك إذا أخذت OPG راح تلاحظ إنه الكراون مالت
الكناين امبنج قاعد يصطدم بالروتات مالت اللاترال، فيجمع الروتات كلهن مالت اللاترال والسنترال ويبعد الكراونات، فيصير عندنا هاي الفيتشرز. هنا شنو عندنا؟ With the eruption of canine, the impingement from the root shift incisory، يعني الدفع بدل ما كان يدفع الروت راح يدفع الانسايزر، thus driving the incisor crowns medially resulting in closing the diastema as well as correction of the flared lateral incisor. هاي الصورة أمامكم هي فد حالة typical للأغلي دكلينج ستيج. عندنا هنا central incisor، عندنا lateral incisor، وعندنا هنا السكس بعده موجود central lateral، وعندنا العفو السي وليس السكس، عفوا السي بعده موجود، وهنا السي راح يكون موجود عندنا. نلاحظ اكو دايستما موجودة عندنا بالمنتصف، ولاحظ انه السنترال واللاترال معوجات، يعني فليرنج صاير بهن متباعدات، ومو فقط متباعدات معوجات ينعوجن، يعني شوية يفترن لان هذا الدفع قوي، فشوية راح يفر الأسنان. شوف هذا اللاترال يمكن كلش مفتر هواي، سببين انه الكناين قاعد يحاول يدفعهن. شوف المراحل مات الأغلي دكلينج ستيج، بالبداية الكناين راح يدفع الروتات، راح هنا يجمع لنا الروتس مات اللاترال، الروتس مات اللاترال راح تدفع الروتس مات السنترال، ويصير عندنا ميد لاين دايستما، والاسنان راح تروح لاترالي مع قليل من الروتيشن. شلون هنا اكو روتيشن، بعده الكناين راح يعدل الاربشن مالته، راح الدور يدفع نقطه الانسايزر هنا وهنا، فيجمع لنا يجمع لنا الاسنان مع بعضها البعض. اعتقد هذا السهم المفروض ينعكس يكون بهاي الطريقه، لانه هنا يظهر الكناين وبعدين يجمع لنا الاسنان، فالمراحل راح تكون 1 2 3، يفتر هنا 4، وهنا يكون 5. هذا هنا جبت لكم اياها معنى كلمه ugly duckling، me someone or something that is ugly and not successful when young or new but will later become beautiful and successful. اي واحد ما يكون حلو هو وصغير او ناجح هو وصغير، او اي شيء بالبدايه يكون مخربط بعدين يتحسن، يطلقون عليه الاكلي داكلينج ستيج او الاكلي داك. خلصنا الانتر ترانزيشنال بيريد، جدا مهمه احداثها كلش هواي. اشهر حدث بيها هو الاكلي داكلينج ستيج اللي هو دائما يجي بالامتحان. ندخل بالسكند ترانزيشنال بيريد. بالفيرست ترانزيشنال بيريد خضنا انه السنترال واللاترال راح يطلعن، مضاف الهن راح يطلع لنا 6. بالسكند ترانزيشنال بيريد يا اسنان فقط راح تطلع عندنا، راح يطلع عندنا ال 3 وال 4 وال 5 مضافة الى ال 7، وال 8 هو يعني خارج السكند ترانزيشنال بيريد وحده، لانه امرار ال 8 الويزدم توث يتاخر بالاربشن مالته، فراح نخليه بخانه واحده الى مشاكله الخاصه، الى الاربشن مالته الخاص هسه راح ناخذه. This period اللي هو السكند ترانزيشنال بيريد، This period is marked by the eruption of 4 permanent second molar, 7. Establishment of proper occlusion, replacement of deciduous canine and molar by the permanent premolar and canine. طلاب اكو شغله اريدكم تنتبهون عليها بقراءه ذن المحاضرات الثلاثه، اللي هي المحاضره الاولى مات الاربشن، والمحاضره الثانيه، وهاي المحاضره. بعض المعلومات من داخله، يعني لما يشرح الميكس دنتيشن ستيج بي اربشن of permanent، بعدين راح يرجع يعيد البيرمننت ايربشن، وكانه هن مدموجات، يعني وكانه المعلومات مدموجه شيء متداخل بشيء. لكن ساعه يشرح لك فقط على الديسيديوس، ساعه يشرح لك على الميكس دنتيشن، وساعه يشرح لك على البيرمننت دنتيشن. تتذكرون لما خضنا الليوي سبيس
نهاية المحاضرة السابقة اللي واي سبيس هو لما السي والدي والاي الحجمهن كبير يتبدلن بالثري والفور والفايف اللي حجمهن صغير. لما سولفنا على انه السكس يحب يميل باتجاه الميزيال ويسوي ميزيال شيفت واللي هو بي ايرلي ميزيال شيفت وليت ميزيال شيفت، وعرفنا انه الاي والبي هن حجمهن اصغر بهواي من السنترال واللاترال، واكو احتماليه بالبدايه يصير عندنا كراودنج. خلي هاي المعلومات ببالك هسه لانه شوي راح نوضح ايضا معلومات اضافيه عليه. يقول خلال هاي الفتره راح يظهر عندنا السفن، لما اقول لك شنو هي مميزات السكند ترانزيشنال بيريد مات الميكس دنتيشن ستيج واللي تعتبر الاخيره. تقول لي يظهر بها السفن بعد establishment of proper occlusion، راح يتأسس عندي occlusion طبيعي، راح يبدأ الأوكلوجين يكون جدا منتظم. بعد الكناين السي والدي والاي تبدلا بال 3 وال 4 وال 5. شوف هاي هنا شلون يتبدلا. نجي the following event take place in this stage، شنو الشغلات التصير بالسكند ترانزيشنال بيريد. اولا exfoliation of primary molars and canine at around 10 years of age the first deciduous tooth in the posterior region usually the mandibular canine sheds and mark the beginning of the second transitional period. لو اسالك اقول لك بيا عمر يبدي السكند ترانزيشنال بيريد بعمر العشر سنوات. عاده شلون يبدي؟ يبدي بانه اللور سي راح يوقع. هاي هي العلامه الفارقه انه اللور سي راح يوقع. هنا اكو ملاحظه يقول يوجوالي نو كراودنج از سين بيفور ايمرجنس اكسبكت maybe between the maxillary first premolar and canine. يعني ماكو كراودنج راح يكون ظاهر قبل ما تبدي هاي الاسنان تطلع عاده، عدا بعض الكراودنج اللي راح يصير between maxillary first premolar and canine. يعني خليها ببالك هاي خلاص تجي. عندنا الايربشن اوف بيرمننت كناين اند بريمولر، راح يبدي الكناين الكناينز ال 3 وال 4 وال 5 راح يظهرن عندنا. These teeth erupt after a pass of 1 to 2 years following incisor eruption. طلاب هاي الارقام شوي اريدكم تحفظوها، اللي هي مثلا الفرق ما بين الايربشن مات السنترال مثلا وباقي الاسنان، شويه هاي الارقام مهمه. مثلا بعد سنه او سنتين من ظهور الانسايزرز راح يبدي ظهور الكناين والبريمولر، يعني بعد بالضبط مرور فتره اللو بيريد. The first posterior teeth to erupt are the mandibular canine and first premolar followed by maxillary premolar and canine around يعني 11 to 12 years. بالبدايه راح يظهر عندنا ال 3 اللور 3 واللور 4، وبعد راح يظهر عندنا الابر 4 والابر 3 يلا يظهر ال 5. ممكن هنا الابر 4 بالماكزيلا الابر 4 والابر 5 لانه ما حدد، قال ماكزيلاري بريمولرز يعني اثنيناتهم ال 4 وال 5 يلا يظهر الكناين. ممكن نوضح هاي الفكرة هنا، أهم نقطة هي هاي واللي راح تنسألون سؤال ويكون الجواب مالتها هذا. ركز على هاي النقطة. Most common eruption sequence in maxilla هو 4-5-3. قاعد أحكي على ذني الأسنان فقط، ما قاعد أحكي على باقي الأسنان. يعني تخيل أنت هسه عندك بالآر سنترال ولاترال سي ودي وإي وسكس. السي والدي والإي بالماكزيلا
من بمين راح يتبدلن؟ بالبدايه راح يطلع الفور، بعد راح يطلع الفايف، واخر سن بالماجز اللي يطلع ما بين السنترال والسكس هو الكناين. الكناين هو اخر سن يطلع بين السنترال والسكس، ما لنا علاقه بالسفن والايت. بينما بالماندبل لا، راح يطلع الكناين بالبدايه، بعد راح يطلع الفور، واخر سن راح يطلع بين السنترال والسكس باستثناء السفن والايت اللي ما لهم دخل بالموضوع، هو اللور فايف. شنو هو السؤال اللي راح يكون هذا جوابه؟ السؤال كالآتي: ليش بالأبر آرش بأغلب الأحيان إذا السن أكو سن يصير بي إمباكشن أو أكو سن راح يطلع أعوج فهو الأبر ثري، وبالماندبل إذا أكو سن راح يصير بي إمباكشن أو سن راح يطلع أعوج فهو الفايف؟ ليش هذا تكون تجاوبون عليه؟ هو جوابه هذا السيكونس، لازم تربط المعلومة. Favorable occlusion in this region is largely depend on، يعتمد عليه من of الاوكلوجين الزين. اولا favorable eruption sequence، لازم تتابع الاسنان يكون مثل ما هن ذني احنا رايديهم. satisfactory tooth size available space ratio، لازم اكو يعني خلينا نقول ترى اكو تلاؤم ما بين حجم الاسنان اللي راح تطلع وكميه الارش، الحجم المساحه الارش اللي عندي، يعني هذا الارش راح يتحمل حجم الاسنان. ممكن اذا كانت الاسنان حجمها كبير والارش كان نوعا ما صغير راح يصير عندي كراودنج، والعكس شنو؟ اذا كان حجم الارش كبير والاسنان صغيره فراح يصير عندي سبيسنج. النقطه الثالثه هي الاتينمنت اوف نورمال مولر ريليشن شيب with minimum diminution of space available for bypass. هاي نقطة مهمة. احنا قلنا السكس سواء كان الابر او اللور عندهن قابلية يسوون ميزيال شيفت. فإذا ذني بقن بمكانهن وحافظا على وضعيتهن هاي وخلى السبيس مالت الدي والاي يروح للفور والفايف، معناها راح يصير عندي فد اوكلوجين ممتاز. ذني اذا شويه تحركن هم ماكو مشكله، لكن ذني اذا تحركن كلش هوايه وسدن المسافه وبعد ما عندي سبيس للثري والفور والفايف وصار عندي اما كراودنج او امباكشن، راح يتخربط كل الاوكلوجين وراح يصير عندنا unfavorable اوكلوجين. أعتقد هذا الموضوع مهم وممكن يجي بالامتحان كنقاط كصح وخطأ أو فراغات. الـ favorable occlusion بالـ second transitional period يعتمد عليه من depend on what؟ depend on الـ favorable eruption sequence واللي هو راح يكون 4 5 3 بالماكزيلا 3 4 5 بالماندبل. حجم الاسنان مقارنه بحجم الارش يكون اكسبتابل. المولرات البيرمننت يحاول ما يسوون شيفتنج ميزيلي كلش عالي بحيث ياخذ المساحه او المسافه المخصصه لل 3 وال 4 وال 5 ويصير ذني بهن كراودنج. اذا تحقق ذني الامور الثلاثه راح يكون عندنا فيفربل اوكلوجن. بعد شنو عندنا بهذا الموضوع؟ عندنا الإيربشن of permanent second molar. إيربشن of permanent second molar، هسه بالبداية عرفنا الإيربشن مالت الـ 3 والـ 4 والـ 5، هسه خلينا نحكي على الإيربشن of the second molar. اكو بعض النقاط، شوف صح كلام هواي موجود هنا، لكن هن تلف نقاط أنا ملونهن هن مهمات. تفتهمهن كلش كافي، الباقي ما تحتاجه. The eruption of the second permanent molar اللي هو 7 at the age of 12 years، ممكن هاي تخليها ببالنا على الرغم انه احنا رح ناخذها ان شاء الله. بعد انه بعمر ال 12 سنه تقريبا راح يبدي ال 7 يطلع عندنا. It take a long path of eruption، الظهور الاسنان ال 7
تقريبا هو يحتاج باث اوف ايربشن معقد نوعا ما، لكن مو مثل الباث اوف ايربشن مات الكناين، but less than the path of eruption of the canine, so they subjected to less amount of crowding. بما انه الباث اوف الايربشن مات ال7 راح يكون مو معقد مثل الباث اوف ايربشن مات الكناين، راح تكون معرضه لاقل نسبه اوف كراودنج، يعني قليل جدا. انا ما شايف انه 7 بي كراودنج. The malocclusion of the second molar is very rare. The impaction of the seventh molar is very rare, but sometimes the lower second molar may be impacted before emergence. Second molar are orient. هاي انتهت لهنا الدور. خلينا نشرح ذني. بما انه الباث اوف ايربشن مات السفن راح يكون مو كلش difficult، نقطتين مهمات اللي انا حاطهم بالاحمر، انه الامباكشن مات ال 7-8 يكون جدا نادر الحدوث، والكراودنج مات او المال اوكلوجن حتى ممكن يصير كروس بايت مات ال 7 هم يكون جدا قليل. هنا الدور عندنا هاي النقطه شنو؟ Before emergence, second molar are oriented in mesial and lingual direction. هاي هم شوية حفظوا لي اياها. قبل ما يطلع السفن شلون راح يكون موجود داخل العظم؟ يعني وكأنه شلون راح يكون موجه، مثلا الكناين يكون موجه باتجاه اللاترال، يطخ باللاترال يلا ينزل. بينما السفن راح يكون موجه mesial and lingual direction. Oriented in mesial and in lingual direction. These teeth, نجي لهذا الموضوع, these teeth are formed palatally. هاي الأسنان راح تكون موجودة palatally and are guided into occlusion by cone funnel mechanism. Cone funnel mechanism هي الكسب to fossa relationship. يعني الشغلة اللي راح تخلي هاي الأسنان تطلع بطريقة مناسبة انه الكسب تو فوسة، الكسب مات الابر ممكن يقعد بالفوسة مات اللور، فشي ينزلق على شيء الى انه يصير عندي اوكلوجين ملائم. The arch length is reduced prior to the second molar eruption by the mesial eruptive force, therefore crowding if present is accentuated. شوية خنركز على هاي العبارة. خوش، هاي العبارة شنو القصد من عندها؟ هل السؤال اللي يجي، هل السفن الإيربشن أوف ذا سفن ممكن يزود الكراودنج الموجود بالأسنان؟ نعم ممكن يزود الكراودنج الموجود بالأسنان. مثلا خلينا نفرض فرضية بأنه السكس لما طلع عندنا خذا سوى ميزيال شيفت وراح على الاسنان الفور والفايف، وخذا كميه كبيره من المكان بحيث ما ظل للفور والفايف مكان، صار عندي كراودنج، ممكن صار عندي كراودنج بالانتيرير تيث، ممكن صار عندي امباكشن بالفايف باللور، ممكن صار عندي امباكشن بالثري بالابر. هل ظهور السفن راح يقلل الكراودنج او يزود الكراودنج؟ راح يخليه اكسنتويتد، راح يزوده. إذا كان عندي كراودينج راح يزوده. هذا قاعد أحكي على السفن، لا تخبطوا ويا الأيت، الأيت ما له علاقة بالكراودينج، السفن ممكن يزود الكراودينج ما ممكن يسوي كراودينج، لا ممكن يزود الكراودينج. إذا كان الكراودينج موجود ممكن إنه يزوده. شنو المشاكل اللي ممكن تصير بالميكست دنتيشن بيريد؟ عموما كل الميكست دنتيشن بيريد، خلينا نقول الفيرست والانتر ترانزيشنال والسكند. اول مشكله وهي اكثر مشكله راح تواجهوها ان شاء الله لما تتخرجون وتشتغلون بالمراكز الصحيه هي البريماتشور لوس اوف ديسيديوس تيث، وخاصة السي والدي والإي.
Premature loss of deciduous teeth, the major effect of early loss of a primary tooth, whether due to caries, premature exfoliation، الابو يقول لك الشلعه، or plant extraction، او اني اقلع لسبب معين، is localized of pre-existing crowding. ايش راح يسوي لنا؟ راح اذا اكو pre-existing crowding، اذا اكو مشكلة كراودنج موجودة راح يثبتها، راح يخليها تبقى موجودة. هذا هو أكثر تأثير، هذا مو التأثير الوحيد، لكن هذا أكثر تأثير لفقدان الأسنان اللبنية لأي سبب من الأسباب. صار بها كاريز وانفقدت، إجا الأبو مات الطفل وقال لك اشلعها بريماتشور لوس، اشلعها هسه، او انت كطبيب قلعتها. شنو هو؟ هو localization، يعني راح يثبت، يبقى يتجذر لبري اكزيستنج كراودنج. مهمه هاي النقطه تجي بالامتحان، دير بالك. ان 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 كراودد ماوث ذس ويل نوت اكر، اذا ماكو كراودنج كل شيء ما يصير. However, where some crowding exists and the primary tooth is extracted, the adjacent teeth will drift or tilt around into the space provided. بينما إذا كان أكو crowding، الأسنان راح تتحرك باتجاه المكان اللي مقلوع به السن. هاي هم نقطة مهمة. كل الحالات قلع الأسنان اللبنية راح يضر؟ لا، مو كل الحالات قلع الأسنان اللبنية يضر، فقط في حالة إنه أكو crowding عندي بالأسنان، وأجي أنا أقلع البرايمري توث اللي بصفة، راح الأسنان تتحرك، تسوي دريفت باتجاه المكان اللي انقلع. بينما بالأشخاص اللي ما عندهم كراودينج، بالأشخاص اللي ما عندهم سبيسينج، ماكو مشكلة. شنو المشكلة؟ خليهم فقد هذا السن من وقت. هاي شوية مهمة، هاي النقطة الأخيرة شوية مهمة نركز عليها. The extent to which this occur depend upon، ايش قد اخذ من المكان، ايش قد راح يصير عندي دريفتنج واخذ الاكستراكشن سبيس، يعتمد على مقدار الكراودنج، الديجري اوف كراودنج. كل ما كان الكراودنج سيفير، كل ما كان اكو دريفتنج باتجاه الاكستراكشن سبيس اكثر. كل ما كان الكراودنج اقل، كل ما تكون زحف الاسنان باتجاه الاكستراكشن سبيس اقل. بيشنت ايج، كل ما كان عمر الطفل اقل، مثلا 7 سنوات 8 سنوات، كل ما كان اكو فتره هواي. يعني تخيل هذا هنا المفروض اكو اي، مثلا هذا الاي اذا انقلع بعمر الـ8 سنوات وانقلع بعمر الـ10 سنوات، هذا راح يفرق لحركه المولر باتجاه الميزيال سايد. طبعا بعمر الـ8 سنوات راح اولا هذا الفايف راح يكون نازل اكثر وبعد ما متكون، فهذا يعطي وقت هوايه للسكس انه يميل. بينما بعمر الـ10 سنوات ممكن يكون المولر هنا، البري مولر هنا قاعد ومتكون، وخلال شهرين ثلاثه لما ينقلع الاي راح يطلع، فما راح يلحق المولر انه ياخذ المكان. بعد من النقاط المهمة اللي تأثر السايت، يعني إذا انقلع الدي أهون من قلعة الإي، لأنه الإي راح يبقى كامش السفن، فيا لوكيشن يا سايت راح ينقلع من السن. طلاب ذني لثلاث نقاط مهمات يحددن لنا ايش راح يصير عندنا دريفت او تلت باتجاه الاكستراكشن سبيس. ذني لثلاث نقاط، يعني أتمنى تحفظوهن وتركزون عليه. في حالة المشكلة الثانية إنه بالعكس، الأسنان اللبنية راح ما تنشل، راح تبقى موجودة retained deciduous teeth، شنو تأثير هذا الشيء؟ A difference of more than 6 months، هاي الـ 6 months تنحفظ، هاي تجي بالامتحان. A difference، الاختلاف of more than 6 months between the shedding of contralateral teeth should be regarded with suspicion. إذا عندك جهة إن وقع بيها
مثلا خلينا ناخذ الدي، اذا الابر دي الليفت سايد وقع وست اشهر الرايت سايد ما الرايت سايد ما وقع، هناك عندي مشكله، لازم ابدي افحص، لازم اروح ادز اشعه 6 اشهر، لازم خلال 6 اشهر تجه تاني طبعا. اعيد هاي المعلومه لانه مهمه. A difference of more than 6 months between the shedding of contralateral teeth should be regarded with suspicion, provided that the permanent successor is present. Retained primary teeth should be extracted, particularly if they are causing deflection of the permanent teeth. هسه بالمعلومة الأولى عرفنا لازم بين الجهتين الرايت والليفت لازم 6 أشهر يطلعن أو يوقعن الأسنان اللبنية، مثلا الدي والدي لازم يوقعن، الفرق بين الشيدنج مالتهم 6 أشهر مو أكثر من 6 أشهر، أكثر من 6 أشهر معناها أكو مشكلة. خلصنا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، إذا كانت الأسنان الدائمية provided that البيرمننت سكسسر، اذا كانت الاسنان الدائميه موجوده والاسنان اللبنيه موجوده وما مشلوعه، هذا ايش ممكن يسبب؟ يسبب لنا ديفليكشن، السن الدائمي ممكن يطلع اعوج. فانت اذا عبر وقت الاسنان اللبنيه عمر 14 15 سنه لا تشلع السن اللبني، اصبر دزه بالبدايه او بي جي، دزه اشعه مثلا الاي، اذا لقيت الاي موجود لا تقعد تشلع الاي تقول يطلع بدل من عند الفايف، انتظر. اكو احتماليه، هو شنو اللي بقى السن اللبني؟ احتمالات، ممكن اكو مشكله بالاربشن مال السن الدائمي، ممكن اكو بلوك بالسن الدائمي، ممكن السن الدائمي ما موجود، فانت ليش تقعد تشلع الاي وبعدين يطلع السن الدائمي ما موجود وصار هذا سبيس؟ دزه بالبدايه او بي جي، اتاكد انه الفايف موجود، اذا موجود بذاك الوقت اقلع اقلع الاي خلي يطلع الفايف، واذا كان ما موجود اترك الاي، ممكن تحشي، ممكن شو تبدي تسوي له سوي. انفرا اوكلودد، بعض الاسنان تطلع يصير بيها ايربشن لكن تكون شنو؟ تحت الاوكلوجن. هذا مصطلح term for describing the process where the tooth failed to achieve or maintain the occlusal relationship. الانفرا اوكلوجن او الانفرا اوكلودد هي اسنان خارج الاوكلوجن، وشنو فائدتها اذا كانت خارج الاوكلوجن؟ هو سن ما يفقد او ما يقدر يحافظ على الاوكلوجن. احنا قلنا دائما الاسنان الدائميه لما تطلع ولما توصل للاوكلوجين يبقى شيء يدفع شيء، يعني السكس فرضا راح يبقى يدفع اللور سكس مدى الحياه على مود يحافظ على الاوكلوجين، وفي حاله انه اللور سكس صار بي اكستراكشن راح يصير عندنا اوفر ايربشن للابر سكس. شنو معناها؟ معناها الابر سكس الاخر لحظه الاخر نفس هو يصير بي ايربشن، فشي يدفع شيء. اذا السن فقد هاي الخاصيه راح يصير بي انفرا اوكلودد، راح يصير سبيس بينه وبين الانتاغونست مات. بعد من الشغلات اللي تصير امباكشن فيرست بيرمننت مولر، ممكن ديلاسريشن يصير عندنا، وسولفنا شنو الديلاسريشن طلاب، ارجعوا ذيك المحاضره. سوبر نيوميراري تيث ايضا ممكن يكون موجود خلال هاي الفتره. هابتس الثمب سكينج، ممكن تانج ثراست، ماوث بريثنج، الديجيت سكينج، هاي كلها باد هابتس. النقطه المميزه اللي يعاني كلش هواي اشوفها خلال هاي الفتره هي النقطه الثامنه، first permanent molar of poor long term prognosis. شوف الصور، شوف هذا 6 هذا 6 هذا 6 هذا 6 وهذا 6، اول ما يطلع ال 6 يصير بيه شنو؟ كاريز، ممكن افقده. وهاي واحده من المشاكل يعني المؤذيه، تشوف طفل عمره 7 سنوات، عمره 8 سنوات، عمره 10 سنوات
وتشوف انه عنده السكس استوى راسا بكاريز اصلا، وممكن الكاريز نخر بحيث واصل للجذر. فهي مشكلة لازم تتعالج بأسرع وقت ممكن. وأيضا الميديان دايستيمالي تعتبر واحدة من المشاكل اللي تصير خلال هاي الفترة، لاني تطلعون عليهم طلاب مهمات إن شاء الله. خلصنا الميكس دنتيشن ستيج، فهسه لحد هاي اللحظة احنا خلصنا الديسيديوس دنتيشن اللي كان عددهن 20 سن، رقمناهن اي بي سي دي اي، وطيناهن فترة زمنية معينة للظهور مالتهن من 6 month to 6 year. أول ما يبدي الأسنان الدائمية تطلع بلشنا بالميكس دنتيشن اللي هو 3 مراحل، وبعده ندخل بالبيرمننت دنتيشن ستيج. البيرمننت دنتيشن ستيج مثل ما وضحت لكم هسه راح نباوع للأسنان من جهة البيرمننت دنتيشن، يعني لما يظهر السكس شي يصير، وخوف لما يظهر السكس اكو سي دي وإي، لكن اجي اركز فقط على موضوع البيرمننت دنتيشن. بالبدايه هنا أنا اريد اشرح لك انه البيرمننت تيث عددها 32 سن، راح يكون عندك 3 مولرز 2 بري مولرز 1 كناين 1 لاترال انسايزر وان سنترال انسايزر، عددهم 32. The first permanent tooth usually appear in the mouth at around 6 years of age and the mouth will then be in a transition time with both primary teeth and permanent teeth during mixed dentition period until the last primary tooth is lost or shed. يصير بيشدنج. يعني اول سن راح يطلع عمره 6 سنوات، اعتقد هاي معلومه معاده انه بالنسبه لنا. نجي يعني هنا معلومات، ذني معلومات لكن خطرات لانه يجن على شكل مالتيبل تشويس دائما، فدير بالكم ام سي كيو يجن خطرات لانه بيهن سنوات بيهن ارقام بيهن اعداد، انت تركز على الملاحظه والرقم اللي موجود بيها. مثلا نجي لها the first permanent molars are important for the correct development of the permanent dentition. Up to the age of 13 years, 28 of the 32 permanent teeth will appear. بعمر 13 سنة 28 سن من الأسنان الدائمية راح يكون موجود. خوش، الأربعة الباقيات يا هن الويزدم توث أو الوزدم تيث. نجي للمعلومة الثانية. The full permanent dentition is completed much later during the permanent dentition period. ليش يصير تأخر بظهور كل الأسنان الدائمية؟ لأن أكو واحد شلون هو هذا وياه الوزدم يتأخر، ده الله يصير في إيربشن. The four last permanent teeth, the third molar usually appear between مثلا هذا العمر مهم 17 to 25 years ويصيحوا له الويزدم توث. هنا موضوع مهم، كالسيفيكيشن اوف بيرمننت تيث. شنو كالسيفيكيشن؟ تكلس الاسنان، الاسنان تتصلب، مكوناتها تتغير. هاي هم ممكن تجي مالتيبل تشويس، دير بالكم. كالسيفيكيشن اوف بيرمننت teeth begin at birth with the calcification of cusp of the first permanent molar and extend as late as the 20th or 25 years of age. إذا أقول لك ال calcification of permanent teeth start from to من إلى، تقول لي start from at birth إلى خمسة late as 25 years of life، يعني يستمر 25 سنة. شنو هو أول جزء يصير بـ calcification بالpermanent teeth؟ أول جزء يصير بـ calcification هو جزء الكسب مالت المولرز، كونه هو الجزء أول واحد راح يتكون بالpermanent teeth.
Complete calcification of incisor crown take place by 4 to 5 years and of the other permanent teeth by 6 to 8 years except for the third molar. شوف هاي السنوات مهم انه تحفظهم. At approximately 13 years of age, all permanent teeth except third molar are fully erupted. وهاي معلومة معيودة مرة ثانية. بعمر 13 سنة كل الأسنان الدائمية راح تكون ظاهرة عدا الأيت. والكالسيفيكيشن لازم تعرفون السنوات الموجودة به. The permanent incisor، شوف هاي المعلومة احنا شارحيها قبل، هاي الصورة مو غريبة عليكم. The permanent incisor develop lingually to the deciduous incisor. Then the permanent incisor لما يقول لك develop يعني هي بعدها داخل العظم. هاي الأسنان الانسايزرز راح تكون lingually للديسيديوس انسايزرز اللي هن ذني. شوف اللور. And move labially as they erupt. وقلناها إذا آخر شيء بالمحاضرة السابقة اللي هو الانتر انسايزر انجل أو الانسايزر انكلاينيشن. البيرمننت تيث بها انكلاينيشن. البيرمننت تيث لما يطلع عن يروح الليبيالي، وهاي وحده من الفوائد اللي تعطيني سبيس. The premolars develop below the diverging root of the deciduous molar. حلو. اذا الانسايزرز راح تكون lingually المن لل deciduous incisor، بينما البريمولرز والكناين، ركزوا على الكناين. البريمولرز وايضا الكناين مذكور بذيك المحاضره، ممكن حتى هنا أنا مذكور شوفوه، يكون جوا مباشره below the deciduous teeth. ملاحظة على third molar. The third molar erupt at 18-45 years of age. قبل شوي قلنا 17-25. Their path of eruption is nearly similar to the path of eruption of the second molar. حلو. The upper molar developed at the posterior inferior positioning of the maxillary tuberosity. إذا تذكرون بالأناتومي maxillary tuberosity. لذلك these teeth are subjected to a high amount of crowding in comparison with the first and second molar. ليش؟ Due to lack of space available for them. ممكن اجيب لك اياها تعليل، ممكن يجيب لك اياها بالامتحان. Why؟ ليش الايت دائما معرض يصير به impaction او crowding؟ لانه هو عنده lack of space. دائما المساحه الموفره للايت تكون قليله. فممكن يصير بي impaction، ممكن يصير بي crowding. The lower third molar may be subjected to impaction due to lack of space. These teeth may be absent or congenitally missing. هاي الأسنان ممكن يصير بها crowding، ممكن يصير بها impaction، أو ممكن يصير هي شنو مفقودة أصلاً. بعض الأشخاص ما عندهم AIDS. Features of permanent dentition، موضوع مهم هذا. شنو الفيتشرز؟ مثل ما اخذنا الفيتشرز للديسيديوس دنتيشن، ممكن ما اخذنا الفيتشرز للميكس دنتيشن، هسه لازم نعرف الفيتشرز اوف ذا بيرمننت دنتيشن. شنو اول فيتشر؟ كونسايدنج ميد لاين. لازم الابر واللور يكونن بخط واحد. شلون هاي الصوره اللي هنا؟ لازم الابر واللور يكونن كونسايد مع بعضهم البعض، متزامنات. بعد class 1 molar relationship of the permanent first molar. لازم class 1 molar relationship. هاي بالحالات التوب يعني. Vertical overlap of about one third of clinical crown height of the mandibular central incisor. لازم بعد طلاب features لازم يصير عندنا عذر رسمي لانه شوية بالماوس قاعد ارسم. لازم يصير عندنا overjet to overbite. هي هاي الفيتشرز
المالت انتهى من الدنتيشن، مهمات الدنتي. اللي اهم من عندنا هذا الشيء the sequence of the permanent teeth emergence، هذا اكثر شيء ممكن يجي بالامتحان. الفيتشرز اوف ذا بيرمننت دنتيشن سيكونس، شوفوا هذا وياي، انا حاط لك علامه امبورتنت عليه، دائما يجيبوه بالامتحان. there is a wide variety عفوا there is a wide wide variability in the sequence of arrival of teeth in the mouth. هل احنا كنا مشابهين بالسيكونس؟ لا. هل الاختلاف بظهور الاسنان معناه اكو عندي مشكله؟ هم لا، لكن الاسنان تظهر بشكل مجاميع، من المهم اعرف تتابع المجاميع اكثر من تتابع الاسنان، لسه راح نوضحها بدي شويه بعد. بالماكزيلا شوف، خلينا نجي لهذا الرسم. بالماكزيلا اول شيء عندنا يظهر السكس، السنترال واللاترال، هاي ظهرا بالمجموعه الاولى. بعد راح يظهر عندنا الفور والفايف، واخر شيء يظهر عندنا الثري اللي قلنا هو اخر سن بالابر، يظهر ما بين السكس والسنترال. وبعد راح يطلع عندنا السفن، انا هيك اقسمهم دائما مجاميع. باللور عندنا السكس والون والتو، هاي المجموعه الاولى اللي هو سميناها الفيرست ترانزيشنال بيريد، اذا نريد نربط موضوع البيرمننت مع موضوع الميكس دنتيشن. المجموعة الثانية عندنا الثري والفور والفايف، الفايف هو آخر سن يظهر عندي باللور، وقلنا ذني إنه دائما يصير بهن امباكشن أو يصير بهن كراودينج أو يطلعن بطريقة غلط، يعني يصير بهن ديسبليسمنت. وبعد السفن وآخر سن راح يطلع عندنا الأبر 8 واللور 8 واللي هو من 17 ل 24 أو لل 25 حسب اللي هو حدده. هذا الموست كومن طلاب سيكونس، لازم تحفظوه، لازم يجي بالامتحان، ديروا بالك. هسه راح ناخذ فشي اسمه دنتال ايج. تتذكرون لما بمحاضرات الجروث اند ديفلوبمنت خضنا بالتايمينج، موضوع التايمينج، خضنا اكو كرونولوجيكال ايج واكو بايولوجيكال ايج، اكو هنا فشي عندنا اسمه دنتال ايج. الدنتال ايج هو شنو؟ اعطيك عمر، اعطيك رقم حسب ظهور الاسنان اللي بحلقك. The transition from the primary to the permanent dentition begin at about age 6 with the eruption of the first permanent molars followed soon thereafter by the permanent incisor. The permanent teeth tend to erupt in a group and it is less important to know the most common eruption sequence than to know the exact expect time at which various group of teeth appear. خلينا نجي للدنتال ايج. طلاب هاي الصور راح تطلع امامكم لازم تربطها مع الكلام، يعني لا تلاحظ فقط الاسنان اللي ظاهره، ايضا انتبه على الديفلوبمنت مالت الكراونز، لاحظ الديفلوبمنت مالت الروتس، مالت الاسنان الموجوده وحتى الاسنان اللي هي قاعد تتكون. ايضا لاحظ الريزوربشن اللي قاعد يصير اثناء هاي الصور المختلفه، اثناء هاي المراحل المختلفه، الريزوربشن اللي قاعد يصير بالديسيديوس دنتيشن. فات دنتال ايج 6 يا اسنان تطلع عندنا the most common sequence of eruption at dental age 6 is the mandibular first molar closely followed by permanent mandibular first incisor and permanent maxillary first molar. ذن الاسنان الدائميه اللي راح يطلعن، فراح يكون عندنا بالابر A B C D E 6، باللور central incisor B C D E 6. At dental age 7, the maxillary central incisor and mandibular lateral incisors are erupted. شوف السيكونس ايش راح يكون عندنا؟ طلاب احفظوها على السيكونس. هسه انضافت عندنا للمجموعه هي السنترال ابر سنترال واللور لاترال. خلال هذا الستيج، خلال هذا العمر، روت فورميشن اوف ماكسيلاري لاترال انسايزر ويل ادفانسد.
التكون مات اللاترال انسايزر كلش ممكن السنه الجايه بعد يعني بالدنتال ايج 8 راح يطلع كراون كومبليشن اوف كناين اند بريمولر. بهاي المرحله اكو ميزه اضافيه بعد مو بس الاسنان الظاهره، انه الكراون كومبليشن الكراونات مالت الكناين والبريمولرز كلها كملت وبدا تكوين الروت. ات دنتال ايج 8 شوف الصوره هنا لو تقارنها مع الصوره مالت ال 6 اختلفت الروتات، تكونت الكراونات كلها، الريزوربشن قاعد يصير بالديسيديوس تيف. ات دنتال ايج 8 از كاركترايزد باي ايربشن اوف ماكسيلاري لاترال انسايزر. After these teeth come into the arch, there is delay of 2 to 3 years before any additional permanent teeth erupt. ليش؟ السؤال إلك ويجيك بالامتحان. ليش بعد ظهور اللاترال انسايزر، بعد ظهور الماكسيلاري لاترال انسايزر، اكو 2 to 3 years before any additional permanent teeth appear؟ هذا انت تجاوب عليه. بالدنتال ايج 8 راح نلاحظ ظهور السن منه الابر لاترال انسايزر. خوش عندنا الدنتال ايج 9 والدنتال ايج 10. دنتال ايج 9 because no teeth are erupting at this time, dental age 9 and dental age 10 must be distinguished by شلون اميزها هاي الفتره؟ by the extent of resorption of primary canine and primary molars and extent of root development of their permanent successors. إذا سألك سؤال قال لك شلون تميز المرحلة الناين والتن على الرغم أنه الناين والتن ما راح تطلع بها الأسنان، على الرغم أنه الناين والتن dental age هي نفسها اللول بيريد، هي نفسها الانتر ترانزيشنال بيريد، فشلون راح تميزها؟ بكل بساطه اقول لك اني باللل بيريد صح ما كانت اسنان اكو تظهر، صح ما كانت اكو اسنان يعني يصير بها شيدنج وتظهر عندي اسنان دائميه، لكن اكو ريزوربشن بالديسيديوس دنتيشن روتس واكو ديفلوبمنت بوين بالبيرمننت دنتيشن. ذن النقطتين مهمات جدا، هاي النقطة extent of resorption of a primary canine and primary molars and extent of root development of permanent successors at dental age 9. بعد شنو؟ هاي one third مهمة تحفظوها، هاي الكلمة one third راح نجي ناخذها، هاي تنحفظ. The primary canine first primary molar and second primary molar are present in the mouth. اللي هو السي والدي والاي حسب هاي الصوره اللي موجوده هي يكون الموجودات. Approximately one third of root of each mandibular canine and mandibular first premolar is completed. لو تلاحظ الروتس مال الذني الفيرست ماكسيلاري كناين والفيرست ماكسيلاري بريمولر راح تلقى ثلث الروت راح يكون متكون عندي. Root development is just begin in the mandibular second premolar. عفوا هنا على الماندبل، عفوا هنا قاعد يحكي على الماندبل، انا اشرت على الماكزيلا. Approximately one third هنا approximately one third of root of each mandibular canine and mandibular first premolar is complete. هنا ذني مع بداية الروت مات الفايف. Root development is just beginning on the mandibular second premolar. In the maxillary arch بالماكسيلا root development has begun on the first premolar but is just beginning يعني استوى بالبداية. If it is present at all on both the canine and second premolar. At dental age 9 ثلث الروت مالت اللور كناين واللور 4 قاعد يتكون، اللور 5 الروت مالت استوى متكون،
بالابر ارتش الفور، حتى شوف بالصوره الفور بدا الروت مالته يتكون، بينما الثري والفايف استوهن بدن او احتمال بعدهن الروتات مالتهن ما كملن. هاي الصوره هاي الفيتشر كلش مهمه للدنتال ايج 9 لانه تفرقها عن الدنتال ايج 10. خلينا نشوف شنو الدنتال ايج 10. It is characterized by a greater amount of both root resorption of the primary canine and the primary molars and root development of their permanent successors. At dental age 10, approximately one half. ناكا كان one third. استصارا one half of the root of each mandibular canine and mandibular first premolar has been completed. Nearly half the root of the upper first premolar is complete. And there is significant, هاي شغلات هنا, root development of the mandibular second premolar, maxillary canine, and maxillary second premolar. ذني هم لازم نحفظهم. شنو بعد عندنا بالدنتال ايج؟ خلص الدنتال ايج 9، خلص الدنتال ايج 10 اللي هن ما بيهن اي ظهور للاسنان. نرجع هسه راح تبدي الاسنان تظهر عندنا. At dental age 11 is characterized by the eruption of another group of teeth, the mandibular canine, mandibular first premolar, and maxillary first premolar. شنو الاسنان اللي راح تظهر عندنا؟ ذني اللي هن بالمثلث upper 4 lower 3 and lower 4 ذني راح يظهرن. خوش. بعد in the mandibular arch the canine must often appear just ahead of the first premolar. بالmandibular arch الكناين just ahead شوية سابق الفور. In the maxillary arch, on the other hand, the first premolar usually erupt well ahead of the canine. بينما بالأبر الفور قبل الثري. إذا نحفظها. بالأبر السيكوالز فور قبل الثري. بينما باللور عادة الثري قبل الفور. هاي دير بالكم هم تجي. شنو عندنا بعد؟ By the dental age 11, the roots of all incisors and permanent first molar should be completed. هاي هم بعد صفة مميزة للدنتال age 11. الدنتال age 11 يمتاز بالإربشن مات الأبر 4, lower 3 and lower 4 وبعد الروتات مات الانسايزرز يعني السنترال واللاترال الأبر واللور والفيرست مولرز السكس أبر واللور المفروض بهذا العمر اكتمل. Dental age 12. At dental age 12, the permanent second molars in both arches are nearly eruption. Eruption of maxillary canine, maxillary and mandibular second premolar. يعني بالدنتال ايج 12 ال 7 ما يصير بها eruption، 3 يصير بها eruption. الاسنان اللي تصير بها eruption بالدنتال ايج 12 upper 3 upper 5 واللور 5. هذا هنا الصور كلش مهمه بالمحاضره. شوفوا الاختلافات مع الدنتال ايج 11 والدنتال ايج 12. بالدنتال ايج 12 صار عندنا بيرمننت دنتيشن، يعتبر اول مرحله بالبيرمننت دنتيشن، ممكن ايضا تجيك بالامتحان. يا دنتال ايج يمثل بيرمننت دنتيشن تماما بحيث ماكو اي ديسيديوس تيث هو الدنتال ايج 12. دنتال ايج 13 14 15 مثل ما بالصوره تلاحظ انه ال 7 هو اللي راح يصير بيه ربشن وال 8 يبقى يتاخر يلا يصير بيه ربشن. دنتال ايج 13 the permanent second molars in both arches are erupted. Dental age 13, 14, and 15 are characterized by the extent of completion of roots of permanent teeth. راح خلال هاي الفترات راح تكتمل تكون الجذور مالت كل الأسنان الدائمية.
by dental age 15, if a third molar is going to form, it should be apparent, واضح, on the radiograph, and the roots of all other permanent teeth should be completed. شنو الفائدة من معرفة أنه الأسنان الدائمية جذورها كملت؟ أبسط مشكلة، أبسط يعني أبسط شغلة خلينا نقول، أنه بعض الأحيان الأسنان الدائمية بأعمار ال 13، بأعمار ال 12، يعني بأعمار خلينا نقول ال 10، دنتال ايج 10، دنتال ايج 11، دنتال ايج 12، خلينا نقول بالدنتال ايج 12 أسنان دائمية 4 و5 صاير بين كاريز. ذني إذا الكاريز واصل للجذر شو راح تسوي لهن؟ شلون تعالجهن؟ تسوي لهن اندو؟ إذا تجي تسوي لهن اندو هو الجذر بعده ما كامل. عمل الاندو يعني الروت كانال تريتمنتس لهاي الأسنان الجذور مالتها ما كاملة، نفسه هو عملها للجذور كاملة. هذا الموضوع كون تسألون بيه أهل الأوبراتيف، أعتقد الموضوع أكثر تعقيد إذا كان الجذر ما كامل. فمهم إنه أعرف بالدنتال ايج 15 كل الأسنان جذورها المفروض اكتملت، والايدز ممكن إنه يظهر عندي بالراديوغراف. طلاب، هاي التواقيت هاي للكالسيفيكيشن والإيربشن، هاي المفروض تحفظوها، ولاحظوا انه الكالسيفيكيشن بالمانث والايربشن بالير ذني نوعا ما مهمات، بس مو مثل الدنتال ايج والباقيات. يعني حاولوا تحفظوهن بطريقه معينه، ممكن تسوون شلون انا لما سويتهن سيكونس، يعني سويتهن هذا الخط اللي حطيته وشكلت الاسنان، يعني شلون ذني هسه هذا اللي موجود جوه، تقدرون على هذا تخلون الاعمار تسوون واحد تخلون عليه السنوات اللي تظهر بها الاسنان، وتخلون على واحد ثاني الكالسيفيكيشن على مود تقدرون تحفظوها بسهوله. يعني اخر جزء بالمحاضره هو الابنورماليتي اوف ايربشن اند اكسفوليشن، شنو هي المشاكل تصير عندي بالايربشن اوف بيرمننت تيث. اول مشكله واكثر مشكله مشهوره هي الايربشن سيست. شنو هي الايربشن سيست؟ An accumulation of fluid or blood in a follicular space overlining the crown. السن لما يريد يطلع، يطلع عندك بهاي الطريقه. تلاحظ اكو فد دعبل مال الدم متجمعه على السن اللي يريد يطلع. هاي عاده they usually ruptured spontaneously. هاي الطق عاده بشكل تلقائي. اذا ما طقت بشكل تلقائي but very occasionally marsupialization may be necessary. شنو هو المارسوبيلايزيشن؟ هو نفتحها بشفره، شفره تفتحها. ممكن اهل الجراحه اذا تحبون تتعلمون شلون تفتحون الاربشن سيست، اهل الجراحه يعلموكم عليها. مجرد مشرط تفتحها. انا عاده شو اقول للطفل اذا كان عنده اربشن سيست مو مثل هاي الفوق، يعني ما شايف مثلها لحد هاي اللحظه، عاده انا يجيني مثل هاي الجو، اقول للوالد قشري له جزر، قشري له تفاح، شغلات صلبه خي عضعض عليهن على هذا المكان، ممكن قلم رصاص خلي يستخدمه يعضعض على هذا المكان، بعد 10 محاولات 20 محاوله هي راح تطق، يعني هاي تصير بها ربتشر ويبدي السن البيرمننت يطلع. اذا ما طلع ورا اسبوع جيبي لي اياه انا افتح لك اياه ان شاء الله. موضوع الثاني هو failure of eruption أو delayed eruption. بعض الأسنان ما تطلع، بعض الأسنان تتأخر بالخروج مالتها. There is a wide and individual variation in eruption time where there is a generalized tardiness in tooth eruption in an otherwise fit child. A period of observation is indicated. هاي شغلة مهمة لازم أنت تفتهمها. إذا إجاك طفل عنده generalized tardness بالأسنان، تأخر بكل الأسنان in the tooth eruption، شنو أول شغلة تسويها؟ بس الطفل كان فت عندك ما بي مشكلة، الطفل مو مريض، لازم تعطيه بالبداية period of observation، مجرد إنه تعوفه تحت المراقبة كل شيء ما تسويه.
هواي راح تنسألون إن شاء الله بعياداتكم الخاصة، هواي راح تنسألون بالعيادات مالت الكلية، بتنسألون بالمراكز التخصصية، ابني ليش أسنانه تتأخر؟ إحنا أول شغلة إذا لاحظنا إنه كل الأسنان قاعد تتأخر بالخروج، يعني السنترال انسايزر بدل ما يطلع بالدنتال ايج مثلا وين فرضا، او لا يطلع بالدنتال اي مثلا، خلينا نفرض 6، بدل ما يطلع المولرز تطلع بالدنتال ايج وين، ممكن تتاخر يطلع بعمر ال8 سنوات، بعد هي راح يطلع الابر سنترال واللور لاترال مثلا يتاخر هم، بعد هي يطلع الابر لاترال. هو التتابع بظهور الاسنان صحيح، لكن هن قاعد يتاخرن، فنقولها عادي خلي نخليه تحت المراقبه. However, the following may be indicators of some abnormality and therefore warrant further investigation. شنو هن الشغلات اللي يحتاج انه الراقب؟ هاي هنا أنا ملاحظات مهمه، معلومات مهمه اريدك يعني تنتبه عليهم. اول نقطه disruption in the normal sequence of eruption. إذا الطفل تتابع ظهور الأسنان عنده مثلا المجموعة الأولى هي مثلا dental age 6 مثلا upper 6 lower 6 واللور سنترال فرضا والدنتال age 7 وهكذا، إذا تخربط ذني المجاميع بظهور الأسنان لازم نحطه تحت المراقبة، معناه أكو شيء خلل. النقطة الثانية an asymmetry in eruption pattern between contralateral teeth. هذا الموضوع ذكرناه، راح نرجع نعيده هنا. إذا كان عندنا اختلاف بالجهتين الرايت والليفت، اختلاف بالإيربشن ما بين الرايت والليفت، if a tooth on one side of the arch has erupted and 6 months later there is still no sign of its equivalent on the other side, radiograph examination is indicated. تذكرون لما قلنا 6 أشهر، أكثر من 6 أشهر لازم إنه ناخذ له أشعة نشوف شنو الشغلة. هذا مهم. عندنا هنا نقطتين ذني حلوات. النقطة الأولى localized failure of eruption is usually due to، إذا سن واحد ما يطلع localized بس سن واحد مو generalized كل الأسنان. تذكرون لما قلنا generalized tardiness in teeth eruption، إذا كل الأسنان قاعد يتأخر الظهور مالتها وخذنا له أشعة وهن موجودات، ننتظر نسوي أول شيء observation. إذا لا localized يعني فقط سن واحد قاعد يصير بيه failure. localized failure of eruption is usually due to mechanical obstruction. عادة يكون السبب انه اكو بلوك قاعد يسد السن، قاعد يمنعه من الخروج. And this is advantageous. وهذا الشيء اوكي ما يسبب لنا ذيك المشكلة الكبيرة. ليش؟ As if the obstruction، إذا هذا المانع is removed, then the affected tooth or teeth has the potential to erupt. عادة السن الواحد إذا صار بي بلوك بسبب أكو سن أو أكو مشكلة أو أكو جنجيفا فوقه، إذا وخرنا السبب هذا السن راح يطلع بشكل طبيعي. هاي بالحالات أغلبية الحالات، لكن more rarely there is an abnormality of the eruption mechanism. طلاب تذكرون لما وضحت لكم اكو الصاروخ شلون ينطلق، قلت لكم الصاروخ على مود ينطلق لازم اكو قوه دفعه يصيحوا لها بروبلسيف ميكانيزم، ولازم اكو كلير باث فوقها، والدور ربطناها بالاسنان. الاسنان على مود تطلع لازم تسوي ريزوبشن بالبون والديسيديوس تيث اللي فوقها، واللي يسوي الريزوبشن خلايا اودونتوكلاست واوستيوكلاست. الاودونتوكلاست راح تاكل الديسيديوس تيث اللي فوق السن البيرمننت، والاوستيوكلاست راح تاكل العظم بحيث يسوون كلير للباث مثل الصاروخ. والبروبلسيف ميكانيزم القوه الدافعه اللي تدفع السن للاعلى هو الروت فورميشن. هسه هنا بالنقطه الاولى اللي هي اللوكلايزد، اذا السن ما طلع بسبب انه ماكو كلير باث، خلص افتح له الطريق راح يطلع، واللي هي عامة عادة تصير هاي الحالة. لكن الحالة الخاصة وين؟
لما السن عنده مشكلة بالقوة الدافعة التدفعة بالبروبلسيف ميكانيزم، هنا شنو؟ ايش راح نسوي؟ More rarely there is an abnormality of eruption mechanism which result in a primarily failure of eruption. The tooth does not erupt into the mouth or arrest of eruption. يظهر شوية وبعدين يتوقف. This problem usually affected molar teeth and unfortunately for the individual concerned commonly affected more than one molar tooth in a quadrant. Extraction of affected teeth is often necessary. عادة تصيب المولرز وتصيب ممكن أكثر من سن بالصفحة الوحدة. وعلاجهن شنو؟ علاجهن القلع، لأن الأسنان ما راح يظهرن وما ممكن للتقويم إنه يسحبهن. فأكو مشكلة، أكو مشكلة بيهن، فذن الأسنان ينقل عن، حفظوها، extraction of affected teeth is often necessary. Factors determining tooth positioning during eruption. هذا موضوع معاد حاشي قبل، لكن راح نعيده بشكل كل سريع. Tooth passes through four distinct stages of development. وللتوضيح، موضوع معاد لكن مو معناها مو مهم، موضوع جدا مهم. هذا هاي المواضيع بآخر هاي المحاضرة، بنهاية هاي المحاضرة، أهم من المواضيع اللي بالبداية. Factor determining tooth positioning during eruption. Tooth passes through four distinct stages of development. Pre-eruption initially position of tooth germ is depend on hereditary. يعتمد أول شيء سن الموقع مالته قبل ما يصير بي eruption، أول ما يريد يتكون، على الوراثة. Intra alveolar داخل العظم يعتمد. Tooth positioning is affected by presence or absence of adjacent teeth, rate of resorption of primary teeth, early loss of primary teeth, and localized pathological condition. Intraoral stage, tooth can be moved by lip, cheek, tongue muscles, or external subject and drift into spaces. هاي انا شرحتها وحتى وضحت لكم اياها بالمحاضره. Occlusal stage, muscles of mastication exert influence through interdigitation of cusp. The PDL ligament disseminate the strong force of chewing to the alveolar bone. هاي المعلومه جدا 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 مهمه. هاي ممكن بالمحاضره الجايه راح نسوي، مو المحاضره، بعد محاضرتين راح ناخذ المحاضره مالت الجينيتيك، المحاضره اللي بعدها التوث موفمنت، راح نسولف على هذا الموضوع. هذا الموضوع شو يقول؟ البريودنتال ليجمنت، الاربطه البي دي ال، مسؤوله عن تحويل القوه مالت الماستيكيشن، مسؤوله عن تبديد القوه مالت الماستيكيشن للالفيولر بون. هي راح تحولها للالفيولر بون. لما تحولها للالفيولر بون ايش راح يصير عندنا؟ ان شاء الله بالمحاضره ذيك فد موضوع جدا رائع، جدا مهم هذا الموضوع، واللي هو مسؤول عن تطور العظام، مسؤول عن قوة العظام، تحويل الفورس مات الماستيكيشن من البي دي ال المن للبون. Disturbance during eruption of teeth، ثلاث نقاط بسيطات. أثناء ما الأسنان تطلع شنو الخربطة تصير؟ conic recess cemental union of two teeth، سنين مرتبطات سوا. شلون عندك شخصين كل واحد حاط رجله ببطر، عندهم بطرون واحد، شخصين عندهم بطرون واحد، كل واحد مخلي رجله بجزء من البطرون ويريدون يتحركون باتجاهين متعاكسين، النتيجه هن واقفات. هنا نفس الحاله، السنين مرتبطات السمنتم مالت، من شلون يتحركون؟ retarded eruption due to endocrine او خلل general. هذا الجنرال ديسكريبنسي راح يسبب لنا خربطه بظهور الاسنان. مثلا ريتاردد ايربشن ديو تو اندوكراين ديستربنس، فيتامين ديفيشنسي، اور لوكال كوزز. انكلوزد تيث، ممكن هذا المصطلح انت سامعيه يعني بغير فروع. الانكلوزد تيث هو السن عاده التوث
بينه وبين الالفيولر بون اكو بريودنتال ليجمنت، وهاي البريودنتال ليجمنت الها اسماء والها فد اورينتيشن خاص بيها. احتمال هاي البي دي ال البي دي ال تكون ما موجوده، اما ما موجوده بمكان بحيث العظم مرتبط تماما بالسن، او ما موجوده هي كلها بكل السن، فهذا السن ما راح يطلع. Teeth fail to erupt to the occlusal level as they are fused to the bone. فما راح يقدر السن يصير بي eruption. Causes of delayed eruption. أسباب عندنا generalized causes وعندنا localized causes. هاي حفظوها بطريقة معينة، ممكن تاخذون الحرف الأول من كل واحد، ممكن تسووها على شكل قصيدة، ما أعرف، المهم ذني ينحفظها. الجنراليزد ينحفظن بالجنراليزد، واللوكالايزد ينحفظن باللوكالايزد. ودائما ذني يجن خطرات لانه سهل السؤال مالتهم، مثلا اقول لك فلان 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 all the below are generalized causes of delayed eruption except. اكو وحده من عدن لازم تعرفها، مثلا هي localized، او اقول لك localized cause of delay eruption واحط لك generalized ثلاثة واخلي لك واحدة localized. المهم انه تحفظهم بطريقة معينة. الجنراليزد كوزز هي الهيريديتري جنجايفال فايبرو ماتوسز. الجنجيفا تكون كلش قوية، ما ممكن السن يخترقها. داون سيندروم، كليدو كرانيال ديسوستوسز، كليف لباند بيريت، وريكتس. ذن الجنراليزد. Localized congenital absence, crowding, delayed exfoliation of a primary dentition, supernumerary tooth, dilaceration, abnormal positioning of cyst, and the primary failure of eruption. فأريدكم تحفظوهن وتركزون ذني عليهم. آخر موضوع what to refer and when. شنو الحالات اللي أحولها للأخصائي، يا حالات لازم تحتاج تحويل، وش وقت أحول؟ بالديسيديوس دنتيشن لما تكون عندي فقط أسنان لبنية، كليفت لب أور أند باليت if the patient not under the care of cleft team. إذا المراجع مالتي ما كان يراجع كليفت، ما قال كليفت دكتور، قال تيم، لانه علاج الكليف لب اند بليت ما يحتاج طبيب واحد، ما يحتاج ابو تقويم، ما يحتاج بس جراح، يحتاج فريق متكامل. ان شاء الله بمحاضره الكليف لب اند بليت ناخذ فريق كامل يحتاج على مود يعالجون الكليف لب اند بليت. فبالديسيديوس دنتيشن احول المريض الكليف لب اند بليت. اذر كرانيو فيشل انوماليز، حالات مشاكل بالوجه او بالكرانيوم، ايضا احولها بالميكس بالديسيديوس دنتيشن. بالميكس دنتيشن سيفير كلاس 3 سكيليتال بروبلمز which would benefit from orthopedic treatment. الحاله اللي تحتاج علاج مبكر هي حاله الكلاس 3 السيفير سكيليتال. الكلاس 3 تذكرون كلاس 3 هو تقدم الفك السفلي قلنا، فالاشخاص اللي عندهم تقدم بالفك السفلي وشديد احاول اذا اجوني بالميكس دنتيشن احولهم للطبيب الاخصائي على مود يستفادون من علاج الاورثوبيديك. علاج الاورثوبيديك بقى عندنا اورثوبيديك وعندنا اورثودونتيك وعندنا اورثوجناثيك. الاورثوبيديك هو اول علاجات التقويم، اول يعني مو اقل تطورا، لا اول يعني اول ما تبدي تعالج المريض بالاعمار الصغيره، تعالجه باجهزه تحاول تغير بيها نمو العظم، يسموها له اورثوبيديك، مثلا فيس ماسك، مثلا هيد جير، ذني يغيرن العظم ما يغيرن الاسنان. شو وقت بالجروينج بيشنت للاشخاص اللي قاعد ينمون، لما يتوقف النمو عندي مشكله بس بالاسنان يحتاجون اورثودونتيك، اورثو تعديل، دونتيك اسنان، تعديل الاسنان. ابدي اقلع، ابدي اعدل، ارتب الاسنان. اذا اجوني وعندهم مشاكل سكيلتال بالعظم ومشاكل شديده وهم ادولت بالغين اعمارهم كبيره بعد مو هم جروينج ما اقدر اعالجهم، يجي يشتغل عندي الاورثوجنافيك.
هو هم تقويم لكن جراحي، اقعد اقص الماكسيلا اقدمه، اقص الماندبل ارجعه وهكذا. Delayed eruption of permanent incisor، اذا البيرمننت انسايزر تاخرا كلش هواي عن الظهور لازم احول قبل للاخصائي. Impaction or failure of eruption first permanent molar of poor long term prognosis where forced extraction is being considered. ال 6 ما قاعد يطلع. Marked mandibular displacement on closure لما المريض اللي عنده anterior cross bite، يعني المريض اللي لما يطبق اسنانه تكون كسب تو كسب، تدري الانسايزرات لما يطلعن واقلي داكلينج ستيج يكون متخربطات، ممكن الاسنان ماكو اوفر جت ماكو اوفر بايت، يكون كسب تو كسب. تتذكرون قلنا الماندبل هو الجزء المتحرك الوحيد اللي بالهيد واللي هو ممكن يسوي شيفت على مود ياخذ كسب تو فوسا ريليشن شيب. إذا كان الأسنان الأمامية طاخات حافة بحافة، الطفل راح يضطر يمد الفك مالته للأمام ويسوي anterior cross bite. هاي الحالة مهم إنه أدزها لطبيب التقويم على مود يعالجها. آخر شيء ectopic maxillary canine. الإكتوبيك ماكسيلاري كناين شنو؟ هي نفس حالة الأغلي دكلينج ستيج. إذا صار عندنا أغلي دكلينج ستيج اللي هي إكتوبيك ماكسيلاري كناين، الكناين راح يدفع باتجاه اللاترال وما راح يتعدل، أيضا لازم أدزها للأخصائي على مود يعالج. خلصت المحاضرة طلاب، أتمنى تكونوا تستفادون من عدها إن شاء الله.